أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ذكر بعض أعمالهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.